بعض اللبسان لمروه. سلام، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انتم عم تشوفونا الاصدقاء، اليوم رح نعمل ردة فعل على فيديو، بس ضيق كانه الجو هيك ما عجبني، كلياتك احمر ما حلو، اعمل هيك اصفر ما حلو، نطفيها نرجع نشغلها، اصفر اخضر هيك حلو، يلا هيك اللون هيك حلو تمام. اصدقائي اليوم رح نعمل ردة فعل او نعطي راينا، اوكي؟ انا بنتين صوتهم كثير حلو، بيسان اسماعيل مروة، بدي اسوي مقارنة بين صوتهم ونشوف مين الاجمل، اوكي؟ فانا رح اكون حيادي، رح اعطي رايي بكل مصداقية بكل روح راضية، اوكي؟ انا بحب صوت بيسان اسماعيل، مروة من يومين صدمتني بفيديو كليب مع حرام بصوتها، انا يعني انصدمت لهلا مصدوم من صوتها، اوكي؟ شفت فيديو كتير حلو على اليوتيوب انه عاملين دمج بين بيسان اسماعيل ومروة، فانا رح اشوفها معكم ونعطي راينا بكل مصداقية ونعطي بالاخير نقول مين الافضل. انا ما بقلل من قيمة مروة ولا بقلل من قيمة بيسان اسماعيل، بحترمهم اثنيناتهم وصوتهم كتير حلو واثنيناتهم لهم مستقبل كتير حلو قدامنا. هالفيديو مجرد انه نشوف صوت مين افضل ومين احسن، بس نبرة صوتها، مو من احسن من الثاني، من نبرة صوتها، من ايقاعاتها او اغاني اللي هي عم تغنيها. فاصدقائي بذلك اذا ما كنتم مشتركين قناة انزلوا اشتركوا القناة، فعلوا زر الجرس، حطوا لنا لايك، يلا خلينا نبلش بالفيديو ما نطول عليكم. فاصدقائي هاي الفيديو من قناة حنين الروح تيك توك، فيلا بسم الله نشوف الفيديو مع بعض. جبت الهم جبت الهم الهم ليا من الاول كان لازم بيسان اسماعيل عنده باللهجة العراقية عنده ابداع عم تبدع كلها مني ولعت قلبي بغرام ما يحبني على نيتي وحيل طيب وكنت اثق اللي يستغلني عم بتغني مع الغنية يعني ما بس صوتها لحال حلو صوته حلو صوته حلو صوته هاي من هاي الغنية من أغنيتها عملنا على ردة فعل حلو بس صوتك مو واضح هيك شيء بس الاغنيه كانت حلوه عملنا على ردة فعل وانصدمت من صوته ومن ابداعه هلا مروه وين رح تبلش كيوتي كيوتي الله اه يا جمروة حسك دوم قاعد ببالي والتفت ما القاك واحضن خيالي قلبي لي احبك موت قد ما يحبك مو قلبي لا والله سميت قلبك ما عندك الغالي بس انت غالي حلفت ليلة غير بعمري ما كون كل عمري
بابا والله مجنون لا هلا حبيبي بتكون الله الصوت الله الله بظن هلا ما عاد يكون في مقاطع لبيسان، يعني هن عاملين مجموعة هيك مع بعض، أول شي بيسان بعدين مروة. إن شاء الله الله هيك يبعتلك أيام حلوة يا مروة، ما تشوفي الشر. شوف مع أن أنا بتابع لمروة اوكي على الانستغرام بس ما شفت هالمقاطع يلا اول مره بشوفها دول رجعت بالستني وبشوق احضنت من نومي لما قعدت لقيت البوسه بي اشوفك كاني تمنيت ترك اشم يا ريت اشوفك كاني تمنيت اترك اشم يا ريت عالشوفة تذكر من جنت تتوسل انت بيا تتوسل انت بيا روحي ايه كمان مروة؟ يا روحي صوتي حبيبة يا روحي لا تغيبي يا عطر سنيني روحي عذبتي وحياتك ما اريد عيني لو عنها غبت اصدقائي خلص الفيديو انا بحاط رايي بكل صراحه صوت بيسان حلو عنده موهبه ما شاء الله جباره وهي اثبت على باليوتيوب السوري وبالاغاني تبعها لكن اصدقائي صوت مروه اذا استمرت على هالطريق اتوقع لها مستقبل كتير حلو صح صوتها بدها شويه تدريب انا عم قيمها انه بدي احكي بكل صراحه اوكي صوتها كتير حلو نبره صوتها كتير حلو يعني انا الشيء اللي بحب اسمعه انا هيك اغاني بحب اسمعه بهيك اصوات بنات عرفتوا كيف فمروة تضرب على وتر حساس عرفتوا كيف فاذا مروة تتعب حالها لقدام بتوقع على مستقبل كتير حلو بعطي لبيسان 8 هذا رأيي شخصي وانا بحب لبيسان كيف لمروة 9 لانه ليش عطيت لبيسان 8 ولا مرة 9 لانه بيسان تعبت حالها عندها ناس ينتجوا لها اغانيها عندها ناس يدربوها وفي معها شركات عرفتوا كيف فبيحسنوا لها صوت على هندسه صوتيه او انه بيدربوها اكثر اوكي فمروة انا اعطيتها 9 لانه هي عم بغني ما شفت ولا غنيه لها انه عم تغنيها بصوت اول غنيه سمعتها هي مع حرام مع مرسال من يومين شي نزل فبعطيها 9 استمرت لقدام رح تقدم شيء كثير خرافي فلهون اصدقائي بدي لكم انتم كمان اعطونا رايكم بالكومنتات صوت مين احلى صوت مين اجمل بيسان ولا مروة فلهون بكون وصلنا نهايه الفيديو اصدقائي هل معكم اخوكم التوني من قناه التوني في امان الله with the